من صفات الإله أنه مستغن عن كل ما سواه، وكل ما سواه محتاج إليه. ومن كان محتاجا إلى مكان يستقر فيه أو يتحيز فيه فإنه ليس إلها. ويكفي في تنزيه الله عن المكان والحيز والجهة قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فلو كان الله له مكان لكان له أمثال وأبعاد وطول وعمق، ومن كان كذلك كان مخلوقا محتاجا لمن جعله على هذا الطول والعرض والعمق. فمن الذي جعل كل واحد منا على هذه الهيئة، على هذا الشكل؟ الله. من الذي جعل كل واحد منا على هذا الطول؟ الله. من الذي خصص كل واحد منا بنبرة في صوته بحيث يستطيع الواحد منا أن يميز الآخر عند سماع صوته؟ الله سبحانه وتعالى، القادر على كل شيء، الذي لا يشبه شيئا من خلقه.